اهوت انجي انجي. انجي اجي انجي. هلا ابو 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 هلا السيمي. نو 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 بغيت تحلها. ابو 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 هلا ابو. نو 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 شو بغيت تحل السنسله السيم تخممه. ابو هلا سيدي سيدي هلا هذا انا يا بعد الدومين ديالك. صبحية يا صبحية بوغوسا. هاني هاني اوب. الفيديو الاول كمل اخويا عز الدين معني ما ندير لك. هاو اللهم بارك. ها هو الفركوس ان شاء الله الى ربي يطوله في العمر. هذا هو ديالك خويا عز الدين وكل شيء راه ديالك. اللي عجبك راه واحد اخويا عز الدين. بغيت تجي دي جوج ثلاثه كل شيء ديالك. شفتو ها هو نيكرو. ها غادي نسميوه الظلمه هذا خويا عز الدين. كلبة اغريسيف لازقها مع الكلب وتبغي تعد طانية. هاني اجي. ها يا خويا محمد ديك الامانة راه وصلت. راني قبيلة بعدا قلتها العماد قال لي صافي غدا جيبهم لي. المهم غدا غادي نديهم له. قول غير داك العساس باش يفوت عليا باش نخلص السيد وصافي. الله يعطيك الخير اخويا محمد. واحد الاخ في التعليق قال لك هادو ما ساويينش جاوت المغرب ما بقاو ساويين والو. اخويا راه حنا الوحيدين اللي كنديروا لا روبروديكسيون ديال هاد الراسه هادي بعدا في المغرب. هادي باش تكون عارف ياك. ثاني حاجه الشيو ديال هاد الراسه هادي كيبدا من 15000 درهم فهمتي. دي ولا خليه سي سالافي غير باش تكون عارف. ولا ما عندكش المقومات باش تربيه بلا ما تفكر تربيه الا ما عندكش الارض بحال هكا وما عندكش الكسيبه وما كاينش فين يجري. ها بزاف ناس كيحقروهم وبزاف ديال الناس كيتغلطوا ليهم مع القوقازي. هذا راه ماشي قوقازي. ها انت اخويا كلاب اجيل وقويين وتبغوا المساحه. انت اخويا تبغوا المساحه فين يدوروا. اما لك تبي تربيه في السطاح ولا داكشي ديال الفتيات ولا داكشي تاع الزواق هاد الكلاب راه ماشي ديال داكشي. هادو كيعرفوا المساحه كبيره
الدوران ولاغارد، التخصص ديالهم لاغارد العسه. الناس اللي كتقول لك غير العسه، لا ماشي غير العسه، لاغارد راه واحد الحاجه كبيره. المهم ما علينا، والتوضيح بزاف ديال الناس كيتغلط ليهم مع القوقازي، هاد راه ماشي قوقازي، هاد راه الماستيف دو تيبيت، دوك دو تيبيت، هاد الراسة ديال الصين، ديال جبال التيبيت، من أقدم الراسات في العالم، فهمتي؟ وكلب ماشي مهجن، كلب ديال الطبيعة، كلب ديال الطبيعة، بحال الشكل ديال العيدي داطلس، الكلب الأمازيغي. حالو غير هو هذا كيكون كبير، كيكون كبير بزاف شويه، وكيفوت 70 كيلو 80، كيقدروا يوصلوا حتى 120 كيلو. هذا ما كان وبيليكس. ها هاي والبوالي فوتوالي في الشاط فاتو شينا زيد فوت شوف فوت حتى الكرسي مشى شويه خفيف، روح فايت عليه خفيف، نو با بوجي فايت عليه ما تعطيهش، انا خدام له با بوجي درك با بوجي، زيد فوت عاود با بوجي، هاك درك غادي نعطيه لاطاك، عطيه فين بغيت، فوالا فوالا انشي